السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنفتح علبة بلبل البرق الحاقد المطور وحنشوف مع بعض هذا البلبل الأسطوري وحنكشف أبرز مميزاته وحنقيس أوزان قطعه والتسريبات. وفي بعض الناس من شافوا فيلم بيبة البيرس لما كان عرض في السينما قالوا إن اسم هذا البلبل البرق المسيطر. أهم شيء حنسويه في اليوم هو إن إحنا حنفتح علبة البلبل طبعا، ولكن في شيء أهم إن إحنا حنخلي المقطع كامل تقريبا نزلات أكثر من إن نشوف عن القطع. وقبل لا أبدأ أطلع لكم القطع يا جماعة، لو حبين تشوفوا البرق المسيطر أو حتى البرق الحاقد أو البرق المشع أو جميع بلابل الرايز أو كل بلابل من جميع الأجزاء هتلاقوه موجود في سويت تويز ومتجر مونستر بلاد الخاص. هو أكبر متجر لبيع لعبة البي بلاد والبي باتل في الشرق الأوسط، ويا جماعة عنده وصول لجميع دول العالم ونوفر جميع اكسسوارات اللعبة، وفي برضه ألعاب متنوعة مثل ألعاب أولاد، ألعاب بنات، ألعاب ورقية وتحديات وألعاب الأطفال. المتجر حيكون تحت صندوق الوصف، اول تعليق مثبت وتم التوصيل زي ما قلت لكم لجميع دول العالم، واستخدموا كود MON. ينقل لقطع البرق الحاقد او البرق المسيطر. شوفوا انا ماني متاكد من الاسم، ولكن احنا خلينا نسميه طول البرق الحاقد دائما. هذه القاعده مندمج معاها الديسك، يعني الديسك وقاعده في قطعه واحده، فهذه الحركه شفناها كثير من تكابر تومي. اوكي الراي الشيب حنطلع كل قطعه بعدين نبدا نشوف عنها. الشرح يكون يعني اقل من دقيقه لجميع القطع. هذا باتشي بصراحه شكله حلو. اللير هو القطعه المهمه واللي فيها حركه خرافيه الصراحه. والقطعه الاخيره قطعه جديده او ما راح تظهر مع البرق المسيطر، حقول لكم ايش فديتها الحين. يا جماعه الصراحه هذا الكلام من زمان نفسي اقوله، في بعض الناس ممكن تكون يعني ما بقول تغار، والصراحه يعتبر غيره، تغار من نجاحك او من بعض الاشياء اللي انت قاعد تسويها وتكون مميزه هم ما يقدروا يسووها، فيبداوا يطلعوا كلام غير صحيح، كلام ما ينفع الواحد يقوله، انت كده قاعد تضر الثاني، قاعد تمس رزقه. فعشان كذا اي كلام تسمعوه من شخص اخر لا تصدقوه حتى لو انت تحبوه. اتاكدوا من المعلومه بنفسكم بعدين صدقوها، بس اتوقع اني كذا وضحت انا ايش بوصل له. الحين البلبل ونبدا باول قطعه. خلينا نقول الرايشب هذه شكلها تقريبا نفس شكل حقه البرق، ولكن هذه كان مدمج معاها الويت او الحديده، اما هنا صارت رايشب لحالها منفصله. نشوف كيف شكلها يا جماعه لما نمسكها بالمايل بهذا الشكل. هذا لان بالمايل بس هذه كده تكون مستقيمه تقريبا، هي بنفس الشكل نفس الوجه اللي هنا. هذه حقول لكم ايش هي بعد ما نشبع على اللير، لان لها علاقه كده باللير، هي تركب بهذا الشكل تقريبا. اللير اهم قطعه في البلبل، بس دقيقة قبل أقول لكم إيش هي اللير وإيش أهميتها. يعني لو تتذكروا كان عندنا البرق الحاقد كان دوران يميني والبرق المشع كان دوران يساري. الحين في البرق المسيطر الدوران اليميني واليساري مندمجين بلير واحدة، فحرفيا تلعب زي كذا بالدوران اليميني، ما تبغى الدوران تبغى تغير الدوران، أقلب اللير وركب الراي شيب يصير عندك دوران يساري. شيء أسطوري الصراحة. والبلبل يا جماعة مزدوج الدوران وبرضه مزدوج اللعب، يعني هو بلبل يعتبر متوازن أو مزدوج. كيف الشفرات من الاطراف، هذا بالنسبه للليبه اليمينيه. شوفوا الليبه اليساريه كيف تصير اقصد. الليبه يا جماعه ابدا مو خفيف، وزن صراحه رهيب. يعني انت لما تسوي بلبل حتشوفوا نفسكم كيف. اوكي تكلمنا عن الراي شيب، تكلمنا عن الليبه، نتكلم عن القطعه المعدنيه هذه. خلينا ناخذ الليبه، احنا نركبها بهذا الشكل ترى اول مره. شوفوا القطعه الرهيبه هذه ولها مميزات صراحه مره كثير. اوكي من اهمها انها حتزيد وزن نفس الليبه، وهذا الشيء مره رهيب. غير كذا انت مثلا قاعد تلعب بهذا الوزن، جاك بلبل من البلابل اللي تحتاج سرعه في الهجوم، فخلاص شيل القطعه هذه وركب بدالها القطعه اللي جات مع حامل غصق شكلها كنت حاطه هنا. القطعه حقت اللي هي تزيد قوه التيث المطاط هذا الموجود هنا يا جماعه، فركبها مع البلبل ووقتها حيصير عندك تيث لا نهائيه وخفه، فحيصير شيء رهيب. تيث لا نهائيه هذه معلومه خاطئه، لا انه التيث تصير مره قويه فمستحيل تحطها من بلبل. شوف كيف ركبت القطعه الحديديه، بعدين ركب دي ركب بلبل كذا صار عندي الليب كامله بهذا الشكل. باقي اشرح لكم على القاعده. قاعده القطعه الاسطوريه هذه اللي جايه قاعده وديسك نفس الوقت. المعدن ذي اللي شايفينه هنا هو الديسك، وصراحه وزن القاعده مره ثقيل، يعني توقع بدون ديسك حيكون وزنها يعني ممتاز وجيد. شوف تحسوها قاعده الكترونيه من جوا، هذا طبعا احمر شفاف فمديك تشوف من جوا ما في ولا شيء غير بعض النوابض. والمعلومين القاعده هذه تشبه قاعده الشجاع المتقد. فشوف هنا عندنا الاماكن هذه بس نسحبها، شايفين كيف انا قاعد اسحبها، الابيض اللي كان هنا يختفي. طيب ايش هذا الشيء؟ هذا يتفعل في منتصف النزال نفس هجوم الشجاع المتقد والشجاع البارق لو تتذكروا قواعد الاتوميك، فهي تساعد الهجوم بعد في منتصف النزال تصير دفاعيه او العكس. فشوفوا التيث اللي ما بعتكم هي يا جماعه بشكل عام تعتبر صراحه جيده، شايفين كيف؟ خلينا نركب بلبل الحين. صراحة التيث ما هي قوية الصراحة.
اثنين بس كلكين عند البلبل حيتحطم بسهوله. بعد التركيب يشوف في فراغ في المنتصف بين اللير والديسك، هذا الشيء يساعد على الخروج ودخول الهواء ويساعد على البلبل يكون اسرع. ترى خلصنا كل شيء ذحين، لان سلاك وشوفت معجب سميهات نبدا بالنزلات. القصور فيه حاليا هو استوديو تصوير منتجات سويت تويز، فكل الاضاءات موزعه بشكل احترافي. طبعا احنا ما نقدر نسويها لحالنا، لازم يكون مع ناس، فعشان كذا قاعد اصور. اتوقع الاضاءه عندكم مره تمام يعني. يا جماعه هذه افضل زاويه اقدر اجيبها مع الساند اللي دحين معايا، بحاول صراحه اضبط اكثر، لكن ما اتوقع اني اقدر يعني اجيب زاويه افضل من كذا. قاعد كذا افضل، اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، واعتذر لو كان الزاويه يعني شويه ظالمه قوه البلبل. ولو ملاحظين شوف هناك هاي بقى مكسره، قاعد تزداد التكسير كل شويه، كل مقطع كذا قاعد نلاقي انه مكسور كذا قطعه زياده. فمع الاسف ما لقينا حلبه، ومضطرين نلعبها لين ما توصل الحلبات الثانيه، او احتمال كبير نجيب حلبات من حلبات المتجر، لان برضه يعني جودتها مره رهيبه. لكم الزاويه السيئه صراحه، او ما ادري يمكن تعجبكم يعني، انا شايف انه مهم ما واضحه عندي في الكاميرا، يمكن في المونتاج تطلع افضل، فممكن نخلي نزلات يعني شويه اقل، ممكن نخليها من 5 إلى 6 نزلات بالكثير. اول شيء جايب بيبي الحلبه بس خرج لحاله يا جماعه من الحلبه، جاله كليك. الحين الحاقد الحاقد، وهذا هنا الثاقب. حلو انه قاعد يسدد ضربات الامير، يعني مو اي بلبل يقدر يسويها صراحه. تعادلوا، او يمكن البرق هو اللي فاز يعني، داب شويه زياده. كسر مسلح، لازم بيرس. اوكي الحين مع جاع نسخة خاصة بيرس، خلاص يلا. حلو الضربات دوب بس، بس كذا قاعد يضرب بلابل، ضرباته حلوه الصراحه، قاعد يصدر الضربات بس مو قاعد يحطمها. ودي انزله بس اخاف ايش؟ اندمى لما انزل بلابل كثير ناس يطلعوا من مقاطع ترى، يعني يقول انت كذا قاعد تغش. فلا ما حنزل شيء، خليهم زي ما هم. برضه لا يخسر. اوكي اوكي فاز فاز، هذه شغله كويسه يعني انه فاز. البارع يا جماعه اثنين المفروض يكون بلبل هجومي، ليه كذا هو مره دفاعي كذا يسوقه. اوكي فاز التنين، ودحين مع اخر نزال واللي حيكون ضد الجوكر. يعني ما حطم الحسن، بحطم الجوكر مستحيل. اوكي فبس هذا كل اللي عندنا، لا تنسوا اللايك والشبكة تبع جرس التنبيهات. دقيقتين قاعد نلعب نزلات متواصلة. فشكرا مشاهدة، وصلنا للختام ومع السلامة. يعني البلبل جيد صراحة، بس كان يحتاج عبد الرحمن يكون معاي، وكان لازم نغير الاستوديو. يعني الصراحة الاستوديو جاي في مكان الاستوديو القديم حق نزلات، ومضطر اني اليوم اصور مقطع، لانه امس كان يوم حافل بالعمل مع سويت تويز، فكنت مضطر اني اليوم لازم اصور مقطع. الحين قاعد اصور مقطع الساعة الحين بالضبط الساعة 11:35 دقيقة صباح. المقطع حنزل لكم بعد شوية، بعد ساعتين كذا. فأتمنى يعني نقدم هذا الظرف، وان شاء الله المقاطع الجاية حتكون افضل من كذا باذن الله.